بحزن كبير تلقى الوسط الفني خبر رحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد عن عمر 77 عام. فالراحل أدخل المستشفى قبل أيام بسبب تدهور حالته الصحية، حيث قضى أيام الأخيرة في العناية المركزة. الله يرحمه، فنان كبير وأديب عظيم ومفكر وإنسان لن يتكرر. لا يقول كتير جدا جدا. إنسان والأديب والمفكر، تاريخ عريض جدا وتاريخ طويل، وإنسان له بصمات محترمة جدا على الشارع المصري من ناحية الأدب والفن والفكر، ونجاحات عديدة جدا حققها أستاذ وحيد حامد الله يرحمه، لا نستطيع أن ننكرها. يعني كان صدى للشارع المصري في أحلك الأوقات اللي مر بها مصر ولا تزال تمر بها، هو يعني يعكس نبض الشارع المصري. والشارع المصري يومها كان حزين جدا لفقدان عمود من أعمدة السينما. خسرنا حاجة كبيرة قوي، لكن هو يعني بقى في سينما في وجود وحيد حامد وسينما تانية في عدم وجود. لها السبب حرصه نجوم السينما والدراما انهم يودعون هالكاتب العظيم بجنازة اتليق باسم سيناريست كبير بحجم وحيد حامد. فشفنا احمد حلمي، منى زكي، كريم عبد العزيز، جمال سليمان، اشرف زكي، محمد حفظي، تامر حبيب، ولبلبة اللي ودعت بكلمات من القلب. اقول لي مش قادرة اصدق، حبيبي واخويا واستاذي شيء كبير جدا، شيء مش ممكن يتعوض كإنسان وكفنان. أكبر سيناريست، أقول إيه لما كان حاجة بتضايقني بروح أحكيها له. حبيبنا كلنا، صعب قوي قوي. وهالصعوبة مضاعفة عن سوزان نجم الدين اللي بظرف أيام قليلة خسرت اثنين من أصدقائها، المخرج حاتم علي والسيناريست وحيد حامد. رحيب وخالدين بأعمالهم وبهن بالنسبة لي أصدقاء ومقربين جدا، رحمهم الله والبقاء لله. يعني الحقيقة الوحيدة في الحياة هي الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل ما الموت يغيب وحيد حامد عن الساحة الفنية، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم كانت محظوظة بتكريمه. أنا بشوف إن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي كان بمثابة حفل حب وشكر له، ولكن كان حفل وداع من كل المصريين لوحيد حامد الله يرحمه. وتتويجا لمشواره الفني الغني، المنتج محمد حفظي خلال مهرجان القاهرة كرم وحيد حامد على طريقته، إذ أنتج فيلم خاص عن حياته شارك فيه عدد من النجوم اللي أكدوا كل كلمة قالها الراحل. أنا سعيد جدا بأن ليا ناس تعلموا مني حاجة. أكتر حاجة علمها لي أني أحترم مهنتي، أحترم نفسي، فأحترم اللي بكتبه، فاللي بيتفرج يحترمني. ده بجد أكتر حاجة أستاذ وحيد عملها، وبجد أكتر حاجة أقدر أقول أن أنا تعلمتها من أستاذ وحيد. عمري ما بنسى أنه هو أخذ سيناريست طالبة لسه ما من إيدها عشان شاف فيها حاجة. مش هقولك غير أنه لما تقعد مع حد زي وحيد حامد، أنت روح كمستمع تسمع، لأن أنت سامع التاريخ بيكلمك، سامع المستقبل بيكلمك، لأن الحاضر بتاعك هو راجل معاصر للفترة الحالية، وفي نفس الوقت عاصر وقت معين ومستشرق، يعني هيبقى عارف اللي جاي لحد ما، أو قاري المشهد عامل إزاي. أستاذ وحيد حامد أنا بشوفه حالة استثنائية بكل المقاييس، يعني حالة فكرية استثنائية، كاتب استثنائي، فنان استثنائي، إنسان جميل جدا جدا وصارم جدا 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 وقت اللزوم، صاحبه جدع، بيكره الظلم، بيخاف على البلد، مصري قوي. أما نجل مروان حامد واللي اختار محمد حفظي لإخراج هالفيلم، فمداخلته معنا كانت شخصية أكثر. أولا أنا حبيت السينما من خلاله بشكل أساسي. الحاجة التانية أنا أعتقد أن أهم حاجة هي يمكن دي حاجة في النشأة، هي الشخصية، يعني أو أن هو يعني أسس للشخصية لشخصيتي، وأسس لأن أنا يكون عندي شخصية إلى حد كبير أو شخصية مستقلة، شخصية فادتني جدا في شغلي بصراحة، وفادتني جدا في حياتي العملية،
انا سعيد جدا بده، وسعيد ان انا انه يعني زرع فيا اهم حاجه ان الواحد لازم بيفكر طول الوقت. والنجوم اللي ما قدروا يتواجدون جسديا امس في جنازه الراحل ما غابوا فكريا، وبكلمات حزينه ودعوا عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا. فكتب دينا الشربيني: وقعت قلبي، فراقك صعب علي قوي. ومثل دينا نعوه، جمان مراد، رانيا يوسف، هند صبري، شيرين رضا، احمد فهمي، كندا علوش، ليلى علوي، نانسي عجرم، نيلي كريم، شريهان، يسرى، هنيدي، واكيد عادل امام، اللي قدموا مع بعض اعمال فنيه مؤثره. ونشر صوره من احداها وهي كواليس فيلم المنسي وكتب عليها: اليوم فقد صديقي واخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد، خساره كبيره للفن المصري والعربي. ونحن تشرفنا بلقاء وحيد حامد باخر زياره قام فيها لدبي عام 2017، وسألناه عن أهمية الجائزة اللي حاز عليها في مهرجان دبي السينمائي، وبوقتها هذا كان رده: تبقى جائزة واحدة إنك تمشي وسط الناس وتحس إن الناس بتحبك وتقدر شغلك. الله يرحمه، فعلا رحيله خسارة كبيرة للفن، ولكن اللي يعوض أنه ترك إرث فني كبير يعتبر بمثابة مدرسة للأجيال. صحيح، وخسارة وحيد حامد جت بعد أيام من الصدمة الكبيرة برحيل المخرج حاتم علي اللي ودعوه كل محبين يوم الجمعة في سوريا بعد وصول جثمانه من مصر.